في الصحة، إعلانات للتوعية على مخاطر التدخين في الولايات المتحدة وتأتي بنتائج مبهرة. نتابع التفاصيل من قناة العربية. الإعلان هذا يأتي ضمن سلسلة إعلانات مماثلة دفعت بنحو 200 ألف مدخن أمريكي إلى الإقلاع عن التدخين. الرقم أعلن عنه مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع لوزارة الصحة والخدمات البشرية بعد إعداده سلسلة الإعلانات التي حملت عنوان نصائح من مدخنين سابقين، وركزت على إظهار مدى قساوة الأمراض التي قد تنجم عن التدخين وتبعاتها التي تشمل قطع الأطراف البشرية وسرطان الحنجرة والأجهزة التنفسية وغيرها. حملة ضاعفت عدد المتصلين برقم الهاتف المبين في الإعلانات وأدت إلى ازدياد عدد زوار الموقع الإلكتروني التابع للمركز 5 أضعاف. المركز أكد في دراسة نشرها حديثا أن 1,600,000 شخص حاولوا الإقلاع عن التدخين بعد حملة الإعلانات هذه العام الماضي، منفقا نحو $54 مليون لإنجاح حملته. Don't be shy to tell people not to smoke around your kids. تحرك فاق توقعات القيمين على المركز أنفسهم ونجح في إنقاذ حياة 100,000 في بلد يموت فيه أكثر من 1,200 يوميا ونحو 440,000 سنويا من جراء التدخين.